مرحبا، أنا اسمي دينا البوديري. أنا تخرجت من جامعة بريغام يونغ بولاية يوتا بأمريكا هاي السنة. أنا درست communication disorders اللي هو علاج نطق وسمع. أنا اخترت هذا المجال وهذا التخصص عشان كنت شايفة قدي في عنا نقص بهذا المجال بالبلد وقدي في طلب عليه. أنا كتير مبسوطة أني اخترت هذا المجال لأني درسته بأمريكا تحديدا، عشان بأمريكا شفت قدي الناس عندهم خبرة واستفدت كتير من خبراتهم وتجاربهم. وأنا بشجع أي حدا أنه يدرس بأمريكا، وأي حدا عنده أي استفسارات أو أي أسئلة تتعلق بالدراسة بأمريكا والتقديم للجامعات والامتحانات أنه يدخل على الرابط التحت EducationUSA عشان يسأل أسئلته ويستفيد من خبرات الناس.